اللهم إياك نعبد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا منك إلا إليك. اللهم إنك كريم عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك كريم عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فاعف عنا يا كريم، وتجاوز عنا يا كريم، يا أرحم الراحمين. اللهم واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إلهنا وخالقنا ورازقنا ومحيينا ومميتنا يا مجيب الدعوات، نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار. اللهم واعتق رقابنا من النار، ورقاب والدينا ووالدي والدينا ومن له حق علينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك، برحمتك يا مجيب الدعاء. اللهم ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا بالسرطان إلا عجلت بشفائه، ولا مسافرا إلا أرجعته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم ارحماك بوالدينا، اللهم ارحماك بوالدينا كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان حيا منهم فألبسه لباس الصحة والعافية، ومن كان ميتا منهم فأوسع له في قبره وزد له في حسناته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحماك بإخواننا في سوريا، اللهم ارحماك بهم وارحماك بشيوخهم وبأطفالهم وبنسائهم وبمرضاهم يا أرحم الراحمين. اللهم إن عدوهم قد طغى وبغى وأكثر في الأرض فسادا، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك، اللهم عليك به يا قوي يا جبار يا متكبر، عليك ببشار وأعدائه، عليك ببشار وأعدائه، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم بقوتك وقدرتك يا جبار. اللهم ارحماك بالمسلمين في بورما، اللهم وارحماك في المسلمين في بورما، رحماك بهم يا رحيم. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وصدقاتنا وصالح أعمالنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا أعمالنا، وكلنا إلى رحمتك يا رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.